اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خليها سمك النهارده لاكيد ولازم بمدرسه المغازي. النهارده معانا السردين بتاع اسكندريه بتاع الماكس، بنوجه تحيه كبيره لكل محافظه اسكندريه واهل اسكندريه. السردين عندكم حلو قوي، عشان كده الناس بتحب تروح اسكندريه. ولكن مع الشيف المغازي النهارده هيغير من مدرسه السردين. دايما بيتعمل صينيه بالبطاطس مع زيت الزيتون مع الليمون، اي نعم بتبقى لطيفه وجميله، ومسمينها صينيه سردين اسكندراني. انا النهارده هعمله بطريقه جديده خالص، هنعمله مقلي كريسبي بدقيق الذره، حاجه لطيفه كده. هياخد في ليفر من التوابل، شويه روزماري، شويه زعتر، شويه بابريكا. هنشوف نعمله ازاي ونقدمه لحضراتكم مقلي. ممكن نقدم معاه مايونيز، نقدم معاه كاتشب، نقدم معاه اي صلصات احنا حابينها حسب رغبه ولادك. معانا جمبري النهارده. الجمبري برضو متحدد اقامته بين ان هو يتعمل صينيه، يتعمل مقلي، يتعمل مع رز، يتعمل كبسه، كل ده ممكن احنا عملناه. ولكن سمك لبن تمر هندي ده اسم فيلم من الزمن الجميل. هنطبق النظريه دي على عمنا الجمبري ونشوف ازاي نعمله النهارده جمبري بالتمر الهندي. هل التمر الهندي ده مشروب؟ مشروب بيتنع ومشروب رمضاني معروف وبتشرب في المناسبات. جايبينه معانا هننقعه وناخد البهريز بتاعه ونشوف ازاي نعرفه على شويه جمبري. اطفالنا الحلوين بيشاركوا السفره بتاعتنا، الطبيعي لازم نعمل لهم حاجه حلوه هم بيحبوها. معانا تونه بيضة بقى، تونه حمراء، تونه مهروسه، تونه سليمه. هنعمل طاجن المكرونه بالتونه، الفليفر والطعم من بين اصابع ايدك النهارده. هنشوف ازاي نقدمه لاولادنا حسب رغبتهم. السفره بتاعتي دي عدلها مشروب صحي، مشروب يساعد على الهضم، مشروب قيمته الغذائيه عاليه جدا. افضل المشروب اللي ممكن نقدمه مع السي فود الليمون. هعمل النهارده ليموناتا. الليموناتا دي مش هتمر على الخلاط، ما بين ليمون اخضر حلو شفته وانا بجيب المشتريات بتاعتي، مع سكر، مع بشره ليمون، مع نعناع اخضر. اكيد المشروب ده هيخلينا ناكل السمك كله اللي موجود على السفره. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان بجد النهارده عندي شغل كتير، وعشان الحلقه مهمه جدا احنا بنعيدها لحضراتكم يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره، بنستمتع بمشاهدتها على شاشه القناه الاولى. انا هبدا دلوقتي اشتغل في الجمبري. قال لك ايه؟ قال لك سمك لبن تمر هندي. الجمبري معانا، تمر الهندي قبل وبعد معانا، معانا زبده، معانا شويه عصير ليمون. البهارات بتاعتنا بسيطه وبريئه، مش فيش كمون، ما فيش كزبره عشان الطعم بتاع التمر الهندي. المقادير على الشاشه ممكن تصورها سريعا كده وتكتبيها: جمبري، تمر هندي منقوع وجاهز معانا، زبده، بصلايه ناعمه، فص توم محترم زي الفل، وعصرة ليمون. طب تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. حلو قوي. اول حاجه نشتغل على التمر الهندي، نتعامل وناخد الجوس بتاعه والعصير بتاعه. حلو الكلام. بنجيب مصفى ناعمه بالشكل ده كده، وده طبعا من بالليل او من الصبح بدري. التمر الهندي ده بيتباع، انا حطيته في ميه هنا اهوت. الميه دي يفضل ان هي تكون ميه دافيه عشان تشتغل معايا بسرعه. باخد النقيع بتاعه ده كده اهو. طبعا المطابخ الغربيه، المطبخ الغرب عموما يعني عند اخواننا، ده اللي بيشرب نبيت، اللي بيشربه عصير عنب، عصير تفاح، الحاجات دي كلنا احنا عارفينها وسافرنا وشفنا بعينينا واشتغلنا. ولكن احنا بنغير من المدرسه، احنا عايزين ناكل جمبري بطعم تاني بمدرسه تانيه. مش كل يوم هاكل صينيه جمبري بالطماطم والبصل، مش كل يوم هاكل جمبري مقلي، مش كل يوم هاكل جمبري في الرز. تمر الهند خدت البهريز بتاعه هو زي الفل، اصفيه مع حضراتكم كده واشيل النوى بتاعه، هناخده كده معانا اهو. تسيبوني انا اعيش بقى مع سمك لبن تمر هندي، واخد نقيع التمر الهندي ده كده عشان عايز اشربه للجمبري. وازاي اشربه للجمبري؟ لازم اساير الجمبري واسايسه علشان ده تمر هندي. شايفين اهوت، ادي التومه، ونحط عليها شويه زعتر حلوين. حلو. انا دلوقتي بجهز الجمبري. خلي بالك الأكلة دي بتاعت الجمبري بريئة من التوابل اللي تسرق الطعم من التمر الهندي. ركزي معايا شوية. مدرسة المغازي بتقول إيه؟ بتعملي جمبري بأي فليفر من المشروبات المعروفة. معلش خلينا نتكلم بصراحة، مشروبات كحولية غير كحولية، أنا بعمله بالتمر الهندي النهاردة. فلازم نحافظ على حباية الجمبري تشرب من التمر الهندي. لو انا سقيتها بقى صلصه طماطم وعصير ليمون وحطيت لها كمون وكزبره، التمر الهندي هيخش يعمل ايه؟ ولا له لازمه. انا حطيت الطاسه على النار وحطيت فيها مكعب من الزبده وشويه زيت وفص توم حلو قوي.
حلو الكلام؟ شوفوا هشتغل ازاي. اخبار السردين، لا السردين النهارده اختراع. وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس. ادي التومه زي الفل مع مكعب الزبده، وادي الجمبري بتاعنا اللطيف الحلو ينزل زي ما هو كده بدون اي تتبيله ولا بدون اي خلطه، اهو زي ما هو، اهو زي ما هو كده، اهو اهو جمبري في قلب الطاسه، اهو زي الفل، اهو مفتوح ظهره يا فندم، اهو بيتفتح ظهره ويشيل عرق الرمله، اهو بالشكل ده كده، اهو زي الفل، اهو بصوا كده، اهو ادي الجمبري عيني، اهو الجمبري نشيل عرق الرمله مهم جدا، خلي بالك انت لو اكلت حبايه جمبري جواها عرق رمله بيقل مزاجك ويطلعك من المود، خلي بالك لو الجمبري ده حتى انت معزوم عليه، يعني الواحد ساعات بيبقى بتعزم على سفره فيها جمبري وياكل حبايه جمبري فيها عرق رمله يقول لي يا ريتني ما جيت، بتمرر الدنيا. معانا فلفل حار زي ده كده، بعمل ايه؟ باخده كده بالشكل ده كده، الفلفل الصغير ده مبيبقاش فيه بذر واحطه كده في قلب الجمبري، اه نفس الموضوع، عينيا اهو، الفلفل ده حلو قوي على فكره، مش حار قوي على فكره، بريء يعني، ده موجود في السوبر ماركت. الجمبري في قلب الطاسه، معايا التمر الهندي بياخد غلوه على النار بحضره، اهو كذا معايا، اهو هعمل ايه دلوقتي؟ بعد وجود الفلفل ده كده، فص التوم اللي انا حطيته بالشكل ده كده اهو زي الفل، معانا عود روزماري محترم كمان نسقطه في قلب كده عشان الصينيه دي هتخش الفرن على فكره، اهو عينيا تمام، معانا شويه خضره زي دول كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي يا شيف مغازي ايه بقى؟ التمر الهندي معانا زي الفل، حبايبي الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري، ايه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، سمك لبن تمر هند، اهو 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 اهو، حبيت الجمبري شربت ايه هنا؟ التمر الهندي. هناخد الصينيه زي ما هي كده وندخلها الفرن، يا نعم. اه هناخد الصينيه زي ما هي كده وندخلها الفرن، اهي 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 زي ما هي. ايه توابلك يا شيف؟ اللي احنا شفناه مع بعض. فص الثوم نزل عليه الزعتر نزل عليه البهارات، درجه حراره الفرن عندي 180. هنسحب الصينيه الحلوه دي كده زي ما هي تخش الفرن. اللهم صل على النبي، تعالى يا حلوه. آه. نبص عليه كده نظره حلوه. جمبري اتنضف ظهره، اتشال عرق الرمله، حطيناه على طاسه، مكعب زبده، معلتين زيت زيتون، فصين توم حلوين زي الفل، ونزلنا بيهم على الجمبري كل ده، وبعدين في الاخر التمر الهندي. حاضر يا غالي، جمبري انت منشن على الجمبري يا فاروق. الجمبري يا ربي. بص على الجمبري دي كده وصلى على الحبيب بقى. شوف الجمبري وحلاوته بقى طالع ازاي. اللهم صل على النبي. قال لك سمك لبن تمر هندي. اللهم صل على النبي. اهو عينيا يا غالي. اللهم صل على النبي. اهو الف هنا وشفا للي ياكل بالشكل الحلو حضراتكم شايفينه ده كده زي الفل. اللهم صل على النبي. سكينة صغيرة كده. الجمبري. لا إله إلا الله. يلا. أي يا برنس أنا معاك أهو، أنا معاك يا حبيب قلبي. مبدع. حلو. جمبري بالتمر الهندي زي ما اتفقنا مع حضراتكم، ده بريء طبعًا من أي بهارات ممكن تسرق الطعم بتاع التمر الهندي. مطبخنا على شاشة القناة الأولى، خليها سمك النهاردة، رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى من ماس بيرو.